قدمنا أكتر من 300 قصة وحكاية غريبة على مدار سنتين، اتكلمنا فيهم عن العالم الموازي والتقمص والإسقاط النجمي، واتكلمنا كمان عن القدرات الخاصة أو القدرات الخارقة لبعض البشر زي التخاطر أو التواصل مع الموتى، وعملنا لقاءات مهمة جدا في الطب الشرعي، واتكلمنا فيها عن أهم وأغرب ملفات الطب الشرعي وأهم أسرار الطب الشرعي، وحاولنا نقدم الحكايات دي بشكل بسيط بدون تفاصيل كتير جدا أو بشكل يكون مكلكع. بفضلكم وصلنا لأكثر من 1,150,000 متابع على فيسبوك وأكثر من 500,000 متابع على تيك توك، والنهاردة وصلنا ل40,000 مشترك على قناتنا على اليوتيوب. بدعمكم استمرينا وطورنا من نفسنا، وبدعمكم اللي جاي هنستمر أكتر ونحاول دايما نقدم الحاجة الغريبة لكن بشكل بسيط. سلام عليكم.